لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يوسف عليه السلام القدوة الصالحة والأسوة الحسنة لكل شاب ولكل داعية ولكل حاكم مر بالمراحل المختلفة في حياته، وفي كل مرة كان أسوة صالحة. نتناول معا في هذه الأيام المباركة قصة يوسف عليه السلام وهو في السجن. دخل السجن عقوبة على عفته، عقوبة على طهارته، لأنه أبى أن يستجيب لدعوة امرأة العزيز وتحريض النسوة. استجاب الله عز وجل له فصرف عنه كيدهن. تخيل أن الله سبحانه وتعالى جعل السجن استجابة لدعوته، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. قد يتعجب الإنسان، هل يكون دخول السجن استجابة للدعوة؟ إذا كان خارج السجن فيها فتنة، فيها فقدان للطهارة والتزكية، أن يكون الإنسان من الغاوين، فداخل السجن استجابة للدعوة. نتلو الآيات ثم نذكر بعض ما فيها من الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله
أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فاسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. في قوله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، بيان ما في هذا المجتمع الظالم المعتدي والطبقة الحاكمة الجائرة، تلك التي تعرف الظالم وتكافئه وتعرف المظلوم وتعاقبه. تظهر لهم أدلة براءة البريء وتوقن بأدلة بل باعتراف جرم المجرم، ثم يكون الحكم الجائر هو نفوذ داعي الشهوة وامتثال أوامر النساء، لأنها قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. العزيز علم من شهادة الشاهد من أهلها أن يوسف بريء وأنها هي التي راودته، وقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وقال لها واستغفري لذنبك، ده هو عارف أنها هي المذنبة، ومع ذلك كانت النتيجة بعدما رأوا الآيات ليسجننها. سبحان الله. عشان لما واحد يتظلم ويكون بريئا تمام البراءة ويعاقب على جرم في الحقيقة ليس أنه جرم ارتكبه وإنما يعاقب على براءته، يكون له الأسوة في يوسف عليه السلام ويكون له القدرة على الصبر أن ذلك قد وقع لخيرة خلق الله في الأرض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يكون الحكم الجائر عند الناس هو نفوذ داعي الشهوة وامتثال أوامر النساء والمحافظة على ظاهر وجاهة الوجهاء، يعني عشان تبقى هي اتقال ان هو الذي راود امرأة العزيز عن نفسها عشان يظل شكلها قدام الناس وجيها ولو على حساب أعراض المظلومين. قرروا سجن يوسف عليه السلام إيهاما للعامة بأنه هو الذي راود امرأة العزيز وأنهم سجنوه لذلك، ولئلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه فتفتضح، كما قال ذلك السدي رحمه الله. السدي قال سجنوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه، زي ما وصل لامرأة العزيز زي ما وصل للنسوة هيوصل لكل المجتمع وسيعرف فضيحته واستعرف فضيحتها ويبرأ عرضه، فسجنوه لئلا يشيع ذلك وظنوا أن المصلحة في ذلك. ولا شك أن التي أوهمتهم لذلك امرأة العزيز لتنتصر لنفسها على إهانة يوسف لها بعدم الاستجابة لطلبها، عشان نعرف حقيقة الحب ده حب كاذب. لو كان بتحبه فعلا تسجنه، هي بتحب نفسها. معظم المحبين على الشهوة المحرمة لا يحبون إلا لذتهم هم، كل واحد بيدور على لذته من الطرف الآخر، مش حب حقيقي. عامته حب للنفس، حب للذة النفس، ما حصلش يذبح الطرف الآخر. هو لم يستجب لها ومع التهديد تريد أن تنتقم تنتصر لنفسها، وما أقبح هذا الظن، أقبح الظن أن هذه مصلحة، بل كان مفسدة محضة في حقهم جميعا، العزيز والمرأة والنسوة وفي الحقيقة المجتمع والدولة. ما زال أن هذا المجتمع مجتمع ظالم يتلى إلى يوم القيامة.
سبحان الله. هم فاكرينها مصلحة بيدوروا على عرض كاذب. طلع ان العالم كله يظل عبر الزمان كله يعرف ان هذا مجتمع ظالم، انهم سجنوا يوسف ارضاء لشهوات دنيئة حقيرة. ما اقبح هذا الظن، بل كان مفسدة محضة في حقهم جميعا، العزيز والمرأة والنسوة والمجتمع. فالعاقبة لمن تأمل العواقب كانت زوال ملك العزيز ووزارته، زوال الملك والوزارة وانتقال ذلك إلى يوسف عليه السلام. بل صار يوسف عليه السلام إلى عز أعظم من عز العزيز، لأن الملك الأكبر كانت طاعته ليوسف عليه السلام وتسليمه أمره وظنه به أعظم بكثير مما كان للعزيز. تخيل واحد شايفه جوهرة هيتعامل معاه زي عسكري عنده أو زي موظف عنده، يعني الملك الذي رأى الرؤيا بيقول لسيدنا يوسف بيقول عنه إيه؟ ائتوني به أستخلصه لنفسي، أنا عايزه لنفسي. تخيل لما الملك هو اللي يقول ده أنا عايزه ليا، ده أنا عايزه خالص ليا أنا، وبعدين يقول له إنك اليوم لدينا مكين أمين ذو مكانة ومتمكن وأمين مستأمن. وكانت طاعته له كبيرة جدا لدرجة إن الذي كان يصرف الأمور كلها كان يوسف عليه السلام. فعز يوسف في ملكه كان أعظم من عز العزيز، إن العزيز كان وزيرا والملك كان مطيعا ليوسف عليه السلام، وقد قال مجاهد أنه قد أسلم، إن الملك كان قد أسلم. قال والمرأة، أنا أقول عاقبة الأمور، إن اللي فاكرينه مصلحة، إيه اللي حصل في النهاية؟ المرأة افتضحت هي والنسوة أعظم فضيحة، إن الملك يجيبهم قدام الإيه؟ قدام الناس ويقولهم ويقول لهم ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، يبقى قدام الناس كلها. ده احنا قلنا قبل كده، لو الواحدة اتسمع منها لجوزها في السر يعني كلمة رغبة فيه، ان هي اللي تطلب جوزها، تبقى ايه؟ منقصف حقها، ان جوزها المفروض هو اللي يطلبها. فتخيل بقى ان قدام الملأ كده، قدام الناس كلها، ان النسوة دول هم اللي اتقال عنهم راوتن يوسف عن نفسه، وامرأة العزيز تضطر تقول انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين، وتحاول تخفف بقى ذلك ليعلم زوجها اني لم اخنه بالغيب، انما عملتش الفاحشة، وان الله لا يهدي كيد الخائنين. سبحان الله، دايما عاقبة الظلم وعاقبة المنكر وعاقبة الشرك والكفر والنفاق لابد الى الفساد. افتكر المصلحه كده وهي تطلع اعظم المفاسد. فاي مفسده اشد مما حدث لهن. فالحمد لله الذي جعل صلاح الدنيا والاخره في طاعته ورضاه، وجعل فساد الدنيا والاخره في معصيته وسخطه. الناس تفتكر ان الطاعة هيحصل لك ويحصل لك ويحصل لك، وهذا في الحقيقة هو الصلاح بعينه. خليه يحصل لك، كل حاجة تحصل بسبب طاعة الله محدش يتصور ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلها شرا. حد يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يمكن ان يجعل عاقبة من يطيعه الى الشر والفساد؟ ده يستحيل، ده ربنا لابد ان يكرمه. فكل حاجة تحصل لك بسبب الطاعة أي ما كانت، في مسألة بقى اعتقادية، في مسألة سلوكية، في مسألة عملية، في مسألة في الحلال والحرام، في أي حاجة تكون تصيبك بسبب الطاعة سوف تكون خيرا. والسجن من العقوبات القديمة، وهو عريق في مصر خصوصا. فأنت تجد قوم نوح عليه السلام هددوه بالرجم، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين،
وقوم لوط هددوه بالإخراج، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قوم إبراهيم أرادوا إحراقه، قالوا حرقوه. ولم نسمع بأمة قبل المصريين القدماء تهدد وتعاقب بالسجن. اللي حصل السجن عندهم مين؟ فرعون. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. سيدنا يوسف، فسبحان الله، هم اللي اخترعوه فعلا، خصوصا المدد الطويلة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، لكن أيام معدودة. السجن الطويل المدى أقصى حاجة وردت الحبس في البيوت، مش في الايه؟ مش في السجن. عشان كده السجن طلع دايما الطويل المدى، ده بيدمر شخصية الإنسان، نسأل الله فيه. هي عقوبة الغرب اللي عممها هذا التعميم، ترك العقوبات البدنية اللي هي بتبقى تاخد وقت قصير، يعني هيجلد، هيقعد قد ايه الجلد؟ 100 جلدة، 80 جلدة، 40 جلدة، دي الحاجات اللي وردت، هيقعد 10 دقايق، ربع ساعة، هيتألم. لكن حقيقي السجن يقعد 10 سنين، 5 سنين، يدمر شخصية الإنسان. لم نسمع بأمة قبل المصريين القدماء تهدد وتعاقب بالسجن. فسجنوا يوسف عليه السلام، طبعا ده قبل مين؟ قبل فرعون. وقال فرعون لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. والسجن الطويل عقوبة فظيعة، لذا لم يرد لها ذكر في الحدود الشرعية في الإسلام، وإنما كان في فترة مؤقتة عقوبة للزواني، ولم يكن حبسا في سجن بل في البيوت. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ونسخ ذلك بالجلد والرجم. النوعية اللي مش هتنفع تستمر في المجتمع، هتبقى ضارة ضرر غير محتمل، عقوبتها التخلص منها. ولذلك كان عقوبة رجم الزاني المحصن وقتل المرتد والقاتل عمدا، النفس بالنفس. بالنسبة للشاب، بلا شك الشاب له صبوة وله يعني ميل والعقل ضعيف، لذلك كانت عقوبة الجلد في حق الشاب، وأقصاها أن يغرب سنة، إضافة إلى الرجم إلى الجلد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. ولم يرد في الإسلام حبس طويل، وإنما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة، حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. حديث ده رواه أبو داود، وحديث صحيح. والظاهر أنها مدة وجيزة كالليالي المعدودة. واتخذ عمر رضي الله عنه سجنا بمكة، لكن لم يعرف عنه قط حبس لمدة طويلة كالسنوات المؤبدة ومدى الحياة. تلك العقوبة الجائرة التي اخترعها الغرب وجعلها عمدة تشريعاته العقابية الكافرة الظالمة، ويزعم أنها مراعاة لحقوق الإنسان، وهي الجائرة على حقوق الإنسان التي شرعها الله عز وجل له. وهذا السجن غير الشرعي لا يزيد الأمر إلا سوءا بالنسبة لأهل الإجرام. مثلا يقول ده وش إيه؟ وش سجون، مش كده؟ وش سجون ده معناه أنه هو شخص خلاص يبقى مش كويس. قال نقول يعني: ولا فهو لا يزيد الأمر إلا سوءا بالنسبة لأهل الإجرام، ولا يغير سلوكهم، بل يزدادون تفننا في الإجرام في داخل السجون، فتزداد المشاكل وتتعقد الأمور. ولو أنهم كانوا يفقهون لعلموا أن حدود الشرع هي العقاب والعلاج والشفاء لأمراض الأفراد والمجتمعات. لا خير إلا في شرع الله سبحانه وتعالى. والله فعلا المجتمع اللي بتطبق فيه الأحكام الشرعية والعقوبات الشرعية نظام مختلف تماما. على فكرة العقوبات الشرعية دي متكررة
من ايام نزول التوراة. يعني العقوبات بتاعت الرجم وقطع يد السارق موجودة في التوراة، الاثنين موجودين في التوراة، وكذلك القصاص. ولذلك دي احكام فعلا صلاح البشرية بها، والمفروض ان المسيح عليه السلام لم ينسخ ما في التوراة من هذه الاحكام، ولكن الذي جدد هذه الشريعة والذي يعني كان قيام هذه الأوامر الشرعية به كان شرع الإسلام، الحمد لله تبارك وتعالى. كل قولي هذا، استغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.